قبل صافرة النهاية في المباراة الدراماتيكية المثيرة التي احتضنها ملعب بنينة ضمن الأسبوع السابع إيابا للدوري الممتاز، ورغم مساعي الهلال لكسب النقاط الثلاث وتعزيز تواجده في كوكبة مقدمة فرق المجموعة الأولى، خاصة بعد أن نجح في التقدم بالنتيجة بهدف نصف التجولي، إلا أن الدقيقة 93 حملت المفاجأة المدوية لزمناء البدري بإعلان الحكم زيدان جرين عن ركلة جزاء التي قلبت الموازين ومنحت الصداقة نقطة التعادل عن طريق أحمد الحاسي. بهذا التعادل أضاف فريق الهلال النقطة 42 لرصيده مقابل 14 نقطة للصداقة. مشاهدين الأفاضل ينهي حكم المباراة السيد زيدان جرين مجريات الشوط الثاني والمباراة في التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. قاد أحمد سعد وأرسين لوكو فريقهما الأخضر لتحقيق فوز مهم على ضيف خليل سرت بهدفين دون رد والظفر بثلاثة نقاط ثمينة في سياق سعيه لخفض بطاقة التأهل للدوري الرباعي، وذلك في المباراة التي جمعتهما لحساب الأسبوع السابع إيابا للدوري الممتاز. هدف الأخضر الأول أمضاه أحمد سعد عند الدقيقة 26 إثر هجمة عكسية سريعة، فيما حملت الدقيقة 81 أحد أجمل أهداف الدوري بتسديدة قوية وبعيدة من أرسين لوكو الذي استفاد من تقدم حارس مرمى الخليج. أريد أن أستمتع بهذا الهدف، لاحظ معي. بهذا الفوز المهم أضاف فريق الأخضر النقطة 45 في رصيده، بينما توقف رصيد خليل سرت عند النقطة 25. إلى ملعب طرابلس حيث حملت الدقائق الأخيرة من مباراة الشط والمحلة النبأ غير المتوقع لفريق الشط والسار لفريق المحلة، عندما نجح عبد الرحمن الحراري في خطف هدف الشهد الوحيد الذي قاد به فريقه لكسب ثلاث نقاط مهمة أنعش بها آماله التقدم إلى منطقة وسط الترتيب العام والابتعاد عن أي مفاجآت قد تحملها الأسابيع الأخيرة للمسابقة. بهذا الفوز رفع فريق المحلة رصيده إلى 21 نقطة، بينما توقف رصيد الشط عند نقاطه 14 السابقة.